الديربي الوحيد اللي حقق فيه الفريقين دوري ابطال اوروبا هو ديربي ميلانو، ديربي الغضب، انتر ميلان والاي سي ميلان في نص نهائي دوري الابطال الموسم ده. حسمها الانتر ميلان النهارده بعد مباراه دراماتيكيه خلصت 3-3، مجموع الماتشين 5-3، بيكسب وبيوصل لدور نص النهائي النهارده من ملعبه ومدينته ميلانو عشان يحجز موعد مع جار الميلان في نص نهائي دوري الابطال. اخر مره وصل الانتر ميلان لنص نهائي دوري الابطال كانت في 2010، بعد 13 سنه بيوصل لنص نهائي. اخر ديربي غضب كان في نص نهائي دوري الابطال كان في 2003، بعد 20 سنه بتكرر ديربي الغضب. كان في الوقت ده كان قائد فريق الميلان مالديني وقائد فريق الانتر زانيتي. دلوقتي زانيتي ومالديني بيشوفوا الماتش، لا مش هم لاعبين، هم في الاداره الاساطير زانيتي ومالديني. هم زانيتي ومالديني هيشوفوا الماتش، مش هم لاعبين، لا وهم بيرتدوا لبس الاداره، نفس الروح ونفس الجرينيتا. انما الناحيه الثانيه الفيلسوف والعراب، نفس الموسم اللي فات نفس الافكار، بيب جوارديولا وكارلو انشلوتي برضه في نص نهائي دوري الابطال. هل هيسقر بيب من الفم حاجه ام بيكرر انشلوتي الانتصار من تاني؟ النهارده مانشستر سيتي كان بيلعب الماتش مع الباير وهو مرتاح عشان كان كده كده حاسمها من ملعبه، ملعب الاتحاد. لا وكمان هالاند بيعزز فرصه واهدافه بانه سجل الرابع النهارده للسيتي عشان يعبر بيهم لمحطه نص النهائي، عشان هالاند يقول للريال ايوه انا جاي. بس مباراه النهارده كان لها دليل تاني، كانت بتقول ان جوارديولا النهارده كان اكثر عقلانيه واكثر توازن، كان داخل الماتش عايز بس ان هو يكسب ويامن، ما عندوش نفس الافكار بتاعت السنه اللي فاتت، نفس الافكار اللي ورطته وطردته من دوري الابطال. في حته اخيره عايز اختم بها الفيديو، وعايز اللي يشوف الحته دي جماهير الباير في كل العالم وجماهير برشلونه. الباير فقد هيبته من بعد ليفا، وليفا فقد نفسه من بعد الباير. الباير النهارده ما عندوش المهاجم اللي يخلص. تعال شوف الناحيه الثانيه، ليفا في الدوري الاسباني خد مع برشلونه الدوري ولقوا كمان هداف الليجا وفارق عن بنزيما. ليفا والباير كانوا بيكملوا بعض. ناجلزمان لما اختار انه يجيب رونالدو اداره الباير ما وافقتش، جات رونالدو كبير في السن، مع عندي كان نفس النقطه اللي ما عندي، هو كان انسب اختيار للباير انه يعوض الباير بمهاجم تجيل بديل لليفا. سلام.